شباب احنا المره الماضيه شرحنا الفيرست اوردر لوجيك، شرحنا السينتاكس والسيمانتكس، ركزنا كثير على السيمانتكس تبع الفيرست اوردر لوجيك، كيف نفسر الجمل المنطقيه، كيف نعملها انتربريتيشن، يعني ايش يعني نعملها ماب على الواقع. هذا كان محاضره شو يعني انساتيسفايبل وساتيسفايبل وفاليد والى اخره. المحاضره اللي قبلها كنا ماخذين البروبوزيشنال لوجيك والانفرنس ميثودز اللي احنا ممكن نستعملها للبروبوزيشنال لوجيك. يعني اخذنا البروبوزيشنال لوجيك والانفرنس عليه، اخذنا الفيرست اوردر لوجيك، واليوم بدنا ناخذ الانفرنس ميثودز تاعت الفيرست اوردر لوجيك. وهذا طبعا اللي هو شابتر 9 زائد بعض يعني الماتيريال اللي جايبها انا ذات العلاقه. هلا المحاضره زي ما قلنا دائما تلقوها على الموقع ها للي بده يتفرج على المحاضره المسجله بالفيديو. اول شيء حشرح شيء مش موجود هذا في الكتاب، اللي هو الفرق بين النولج بيس والداتا بيسز، وشو يعني الفرق بين الكويري والريزنينج. هون بنعمل النولج بيسز بنعمل ريزنينج، وهون بنعمل كويريز. بعدين ندخل بالانفرنس ميثودز تاعت الفيرست اوردر لوجيك. عملت انا صوره عشان ابسط الموضوع، لو تقعد هناك عشان ابسط الموضوع عملت صوره. هلا انا نعرف انه في النولج بيس انه في عندنا سيت اوف اكسيومز او بنسميهم ويل فورم فورمولاز، وبنعمل ريزنينج. يعني كيف اخذنا بالريزوليوشن او اخذنا بطريقه الفورورد تشيننج او الباكورد تشيننج او الى اخره، والنيوميريشن ميثودز. فانت زي اللي بيعمل بروف. طب هل هيك احنا بالضبط بنعمل في الداتا بيسز؟ الداتا بيسز اللي بقصد هون الريليشنال داتا بيسز. انا بخزن في تيبلز، انتم ماخذين ماده الداتا بيس مظبوط؟ انت بتخزن في كلب التيبل. وبتعرف على فكره بنسميها ريليشنال يعني انها تيبلز. ولما تيجي تعمل كويري بتعمل سيلكت كذا فروم كذا وير كذا وبس، وليش كل التعقيدات؟ يعني انا مثلا بدي اقول انه بدي افحص هل مثلا نور مسموح لها تسجل ماده الاي اي ولا لا. هلا في عندي انا مخزن، هي عندنا هي شو مسجل مخزن في الداتا بيس عندنا، شو هو المواد اللي خلصتها، ومخزن عندي برضه البري ريكويزيتس تيبل، صح ولا لا؟ بقدر اعمل كويري اعرف انه نور شو مسموح لها تسجل الاي اي ولا لا؟ طبعا بقدر اعرف شوية كويريز وبعرف. او اقول له اعطيني كل طلاب اللي السنه هاي مسجلين مثلا ماده الالجوريثمز ومعدلهم التراكمي فوق كذا كذا، ولا اسهل منها ولا لا؟ وكانه طلع كيف؟ هذا الدي بي ام اس. ايش يعني الدي بي ام اس؟ يعني داتا بيس مانجمنت سيستم. وكانه هذا منخل، لازم اغير الصوره، انا مش شاطر بالرسم، هاي انا رسمت الصوره. وكانه انا في عندي لما اجي ادب داتا في كلب الداتا بيس، لما اجي احط داتا في كلب الداتا بيس اعمل يعني انزيرت او ابديت او ديليت، في منخل مش كل الداتا مسموح لها تدخل. كل الداتا مسموح لها تدخل؟ لا. يعني هل بقدر اقول مصطفى بده يسجل ماده الاي اي؟ كطالب طبعا. عني انا. لا، ليش؟ لاني انا مش طالب. وكانه في منخل التيبل تبع الطلاب بدخلش عليه الا واحد عنده رقم طالب، وعشان تاخذي رقم طالب تبكي بس عامله تيبل في ملف، عندك ملف التسجيل. وكانه في منخل الداتا لما تدخل هون يا شباب، لما تدخل هون اصلا هي مصفية، يعني الداتا بيس سكي، يعني في سكيما للداتا بيس وفي كونسترينتس على الداتا بيس،
تسمحش في إدخال ولا معلومة خطأ. فاللي بيدخل لهون عبارة عن موديل. موديل اللي حضر المحاضرة عبارة عن موديل لمين؟ للسكيما وللكونسترينس اللي فيها. مزبوط ولا لا؟ هلا لما تيجي تعمل كويري اقول لك شو بتقول له انت؟ رجع لي كل الداتا اللي عندك في كل الداتا بيس. بس تحط منخل وير بزي المنخل، فبيطلعش من الداتا الا الاشي اللي ب يعني بنسميها بالانجليزي ادهيرز، يعني يتوافق مع اللي هو الوير الكونديشنز اللي بتحطها في الكويري. ها هاي هيك فكره الداتا بيس. ليه شو اللي بنسويه بالضبط؟ وي ار ايفالويتنج ذا تروث. ها ذا تروث فورمولا فور ايتش توبل ان ذا تيبل. يعني لما نيجي نعمل كويري نعمل انه بس نقول هاي حققت ولا ما حققت، هاي حققت المنخل ولا ما حققت، حققت المنخل، المنخل هون يعني المقصود truth evaluation yes or no، يعني يا بتطلع يا بتطلعش المعلومة. متفقين؟ مش هذا اللي اخذته في الداتا بيس؟ اه ولا بتختلفوا معاي؟ يلا احكوا. فهون الموديل بيختلف تماما في النولج بيسز. النولج بيس الموديل فيها شيء ثاني. انا مش عمليا بحط منخل، انا بصح لي احط اي جمله منطقيه بدي اياها، حتى لو اقول مصطفى مسجل ماده الاي اي. يعني حتى لو شيء غلط هون تحطه مش مشكله. المعلومه هون فيش عليها منخل لما ندخلها، فيش عليها اي تشيك لما ندخلها، كل الناس يقول اللي بده هم هي، وقد تكون المعلومات لسه ناقصه كمان. هاي اول شيء، اذا فيش منخل. منيح؟ متفقين معي ولا غلط؟ قول فور اول كذا يساوي كذا، دير اكزيست كذا، وتبلش انت تحط في النولج بيس عندك، تبلش تحط شغلات اللي بدك اياها. هلا طب كيف الكويري بتصير؟ في منخل فيش منخل؟ بروف بروفينج اثبات. انا بحط عندي الكويري، يعني عندي هاي النولج بيس، باجي بحط الكويري وين؟ وكانها بكلب الداتا بيس، وبقول هل هاي النولج بيس امبلايز هاي الكويري ولا لا؟ إذا implies إذا كنا زي forward chaining والباكورد chaining وإلى آخره. إذا implies ليس هناك ما يمنع، معناته يعني implies يعني أنت بتفحص، يعني شو تفحص أنت؟ أنت مش بتعمل query، أنت قاعد بتعمل proof، قاعد بتعمل proving إنه knowledge base enters ألفا، قاعد بتعمل proof ألفا الكويري، يعني قاعد بتعمل proof وكأنك بتعمل proof. فهون فيش منخل ولا هون في منخل. هون بصح لك تقدرش تدخل اي شيء، هون هون تقدرش تدخل اي شيء جوا، هون دخل اللي بدك اياه. هون مفتوحه اصلا فيش الها مانجمنت سيستم اللي يتحكم بيها، يعني بتقدر تحط تكست فايل ولا اي اشكاليه، حط اللي بدك اياه ولا في اي مشكله، ويسأل اللي بدك اياه ولا في اي مشكله. هاي على فكره لغه البرولوج هيك. ها؟ يعني انت بتحط اللي بدك اياه وكانه تكست فايل عادي، اكتب اللي بدك اياه. وبالاخر بروف الكويري عباره عن بروف. فالنولج بيس از سيت تو فورمولاز اند ذا كويري ايفالويشن از تو بروف ذات that is is provable، يعني to prove that انه knowledge base entails alpha. هاي هي فكره النولج بيسز. على فكره اذا تسمعوا زمان
زمان بكان نقول اكسبرت سيستمز، على زماني انا اللي بقى ياخذ ماده الاي اي ياخذها كلها اكسبرت سيستمز. راح بطلت الناس تحكي عن اكسبرت سيستمز، لاحظين لانه هذا الموديل اصلا بيشتغلش، بيشتغلش اذا بدنا اياه نستعمله دائما نخزن فيه بيانات نعملها كويري بهذا المعنى. هذا السيستم حط ريتاج كل المعلومات اللي في ريتاج اللي هي الداتا بيس تبعت الجامعه تبع جامعه بير زيت، حطها في كلب نوليدج بيس، حولها الداتا اللي هون من تيبل نوليدج بيس، وحط كل الكونسترينتس والرولز اكسيومز، وبعدين شوفي قديش ما اخطا. بطيء جدا 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 جدا. فهذول هم لما نقول انفرنس ميثودز قصدنا نحكول شو من الميثودز اللي بنعمل بروف فيهم. يعني لما نقول انفرنس ميثودز للفيرفيلدر لوجيك شو يعني؟ يعني كيف تعمل بروف لكويري؟ بروف لكويري اللي هي مش زي هاي بالطريقة. في اي سؤال؟ نعمل احنا بالطريقة الاولى احنا نؤكد هذا تعلموه. هذا العالم نتعلمه في وين؟ في مادة الداتابيس. احنا هون وطالع احنا هذا هو شغلنا في مادة او في جزء من مادة الاي اي، تمام؟ وبس هذا كنت اقول. بدي اقول شغله ثانيه، انه في شيء اسمه اوبن وورلد اسامبشن وكلوز وورلد اسامبشن. في الاوبن وورلد اللي هون كلوز وورلد، هون اوبن لانك بصح لك تقول بدك اياه منيح. بديش احكي اكثر من هيك لانه هذا مش مجال الكلام. هلا نيجي ناخذ نيجي ندخل في الانفرنس ميثودز. سمعتوا في الفورورد تشيننج؟ سمعنا فيه. بس هذاك للفيرست اور للبروبوزيشن لوجيك والفور والباكورد ريزوليوشن. وعلى فكره المودس كونوس اللي هي الانفرنس رولز، بس خذناها للبروبوزيشن. هلا احنا ما بنقدرش نستعمل مباشره للفيرست اور لوجيك، لازم نحكي عن شغلتين كبار هون عشان نقدر نستعملهم للفيرست اور لوجيك. خلينا ندخل ونحكي. هلا احنا اخذنا هذول اللي هم هذول اخذناهم على اساس انهم لبروبوزيشنز. هلا اللي بدنا اياه قبل ما انا استعملهم لبروبوزيشنز، قبل ما استعملهم للفيرست اوردر لوجيك لستيتمنتس مكتوبه بالفيرست اوردر لوجيك، يعني فيها ذير اكزيست فور اول، لازم انا اعمل احول اللي عندي لبروبوزيشنز. يعني نسميها اعمل بروبوزيشناليزيشن للنولج بيس تبعتي. يعني اذا انا عندي نولج بيس مكتوبه بالفيرست اوردر لوجيك، قبل ما اعملها انفرنسنج بروح شو بساوي؟ بعملها بروبوزيشناليزيشن، يعني بحولها ل هو مش حولها لبروبوزيشن لشيء بروبوزيشنز، بس لعمليه الانفرنسنج. يعني هي مش بتصير شيء ثاني، بس لعمليه الانفرنسنج. وبعدين بستعمل فيها الموديل الميثودز اللي خدناها. هلا بدنا نشوف كيف نحولها. هلا كيف نحولها؟ افرض انه انا في عندي فور اول في الفا، هاي فور اول في في يعني اذا فاريبل، والفا اذا بريدكت. فعشان احولها لازم اعمل سبستيوشن. ليش في سبستيوشن؟ لانه البروبوزيشنال لوجيك فيه فاريبلز، فلازم اعوض قيمه الفاريبلز. سبستيوشن احط مط جي مطرح في في الستيتمنت اللي اسمها الفا. زي مثلا في عندي فور اول اكس، اذا اكس اذا كان ان جريدي اذا هو ايفل اكس. وانا كمان بعرف انه عندي كينج جون وجريدي جون، ايه ولا اسهل منها. معناته شو بساوي؟ بحط جون مطرح اكس. هاي فور اول. على فكره بجوز عتاب بتقول لي استاذ ليش حطيت جون مطرح اكس؟
ليش؟ بلكي لما حطيت واحد ثاني، ما هي بنحكي عن فاريبل. عارف شو تحطي؟ باختصار كل الكونستانتس اللي عندك. يعني اذا انا قلت for all x and x is a student بلا 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 بلا، معنى مش اي، بدي اروح اجيب كل اسماء للطلاب واحطهم مطرح اكس، اعمل ليستة بالكل، بعد ساعتها بقدر اكيم الفور اول. بجيب كل الاوبجكتس اللي في الدومين اللي لازم يجابوا كلهم جوز يبقوا 100,000 او 100,000,000 كلهم. في عندي جمله واحده زي ها، ما كيف بتخلص منها انا؟ كيف بتخلص منها؟ علي كيف بتخلص منها؟ نهايه فور اول. فور اول يعني شو يعني؟ يعني كل واحد ملك وبخيل معناته ايفل. هلا بدي اروح اجيب اكس كل الناس، اي واحد بزبط فيها، بدي اجيبهم كلهم اللي في الدومين طبعا، بقيم هاي وبكتب كينج عتاب ان جريت عتاب ايفل عتاب كينج اماني ان جريت اماني مع ايفل اماني، بحط حمزه الكل، بدي احط كل الناس. بعدها يعني كده كم بصير عندنا جمله على عدد الاوبجكتس، بصير الجمله مزبوط قديش عندي اوبجكتس في عدد الجمل، ساعتها بلزمش اقول فور اول، ما خلص تحققتها صح. بحكي هدول مش مرطيات، انه يعني كينج جون، يعني اللوجيكال ستيتمنتس الكينج جون والجريدي جون ايش يعني؟ السؤال بيكون عندك يعني هل بتطبق اللوجيكال ستيتمنت الموجوده عندك؟ يعني مش ايش انت بدك تبحث فيه، بدك تروح تجيب كل الاوبجكت اللي في الدومين تبعك. الدومين اكس ممكن يتغير يعني من وين؟ بدك تجيب اول بوسيبل، اول بوسيبل، وتحطهم وتكيل ها وتحطهم وتطرحهم وتطلع حلو يعني. اوكي فانا هو عندي الدومين، بس في عندي اثنين بس عشان اورجيكم الفكره، جون وريتشارد اخوه. وشو سويت؟ عملت الجملتين ليه؟ اذا في عندي هلا هاي، هلا هاي، هلا بقدر اشوف هاي، بقدر اشوف هاي، هاي شيء هاي بريدكت مزبوط عليه. هلا بقدر اشوفها بروبوزيشن وهاي بروبوزيشن وهاي بروبوزيشن، خلص صار بروبوزيشن. يعني بكيب هاي وبتعامل مع كل بروبوزيشن، كل بريدكت كان بروبوزيشن. شو صارت عندي النولج بيز؟ بروبوزيشن. استعمل بعدها الانفرنس اللي اخذناها المره الماضيه. طيب اذا في عندي there exist نفس الكلام شو نفس الكلام؟ بدنا نطلق دومين لكل الناس اللي exist. يلا هاي وحده، في واحد في في تاج، يعني في اكس there exist اكس and اكس is a تاج معناها على هيد جون. فانا شو بدي اسوي هون؟ بس جرب على الاقل. شو اجرب؟ جرب اشياء المحتمله. ها؟ جرب اشياء ممكن تكون صح. كيف؟ هي كم واحد لازم يبكى؟ واحد او اكثر. فشو عم بساوي؟ بحط عندي فاريبل واحد، بجيب فاريبل واحد. ايه سوري رتبها، شو فاريبل؟ بجيب كونستانت، بجيب كونستانت بسميه سي 1، انا بختاره بحطه وبس. هلا هذا الكونستانت بنسميه سكولين كونستانت، له مواصفات معينه. The variable symbol can be replaced by any ground term, any constant symbol or function symbol applied to the ground. Okay. In other words, we don't want to accidentally draw other inferences about it by introducing the constant. Convenient to use this
تو ريزن هذا من ايش بنستعمله بس عشان نعمل ريزنينج يعني هذا مش احنا بنبدله فعليا في الانتيرس هذا اشي زي تقولي انترنال يعني يعني سواء حتى هون حتى هون احنا اللي وكان اذا انت اليوزر انت بتشوف ايش من جوا الكمبيوتر شو بس الكمبيوتر جوا بروح بيعوض هذول وهون نفس الشيء بروح الكمبيوتر بس بيعوض بس لدواعي الريزنينج اوكي طيب هلا نكمل شو افترض انه انت عندك for all x king x and greedy x then evil x وعندك جون وعندك king john وgreedy john وعندك انهم brothers ها هلا لاحظ انت انه لما تعمل institution بدي اورجيك هلا المشكله اللي طلعت من الكلام اللي قلناه قبل شوي انه لما عملنا all possible ways عملنا instantiation بنسميها احنا مش بدنا نكيل فور اول ونعمل نحط مطرحها ايش معوض مطرح constants مطرح الفاريبلز هاي بنسميها instantiation ها يعني we are instantiating universal sentences in all possibilities اذا بدنا نسويها بيطلع عنا بدنا نحط في هاي الجملة مرة جون ومرة مين مرة ريتشارد ونكمل ها شفتوا كيف يعني بس مثال ثاني بس هاي هلا نشوف مشكلة هالشيء هلا every knowledge every first order يعني every knowledge based written in first order logic can be propositionalized يعني واحد سألني طب نقدر نحط كل الفيرست اوردر لوجيك كبروبوزيشنز بقول له بس لاحظ انه هذا مش تحويل من لوجيك للوجيك احنا مش بنحول قاعديا من لوجيك للوجيك هذا انترنالي عشان بس نعمل ايش انتل صح عشان نعمل انتل عشان انتل عشان عشان نقدر نعمل ريزن بس هذا مش تحويل لانه ريزن هذا بس شيء داخل اوكي ف وي بروبوزيشنالايز النولج بيس والكويري طبعا الكويري اللي اتسال عنها ها ابلاي ريزولوشن وريتيرن ذا ريزلتس يوزنج الميثودز اللي بنعرفها بروبلم وذ فانكشن سيمبلز مرات بقول عندي فاذر وفاذر 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 جون يعني هاي بعض الاشياء هلا هذا الكلام الطريقه اللي اخذناها لحد الان عادي يعني ناخذ النولج بيس وبنحولها لبروبوزيشنز وبنعملها بروبوزيشناليزيشن وبنعمل الرولز هلا هذا بنسميه الريزنينج تبعنا ها سيمي ديسايدبل شو يعني اذا فعلا في انتيلمنت انتبهوا اذا فعلا عن جد في انتيلمنت بيرجع جواب طب اذا فيش يعني قصد البرنامج النولج بس بترجع جواب طب اذا فيش اذا بالحقيقه هي مش انتيل يعني اذا سالت انت سؤال المفروض انه الجواب يكون لا برجع لك لا يعني نو جارانتي لا مش برجعش نعرفش انه برجع ولا يعني وكانه شغل الجهاز تساله بتقول له هل بصح له هو تسجل ماده الاي اي اذا عن جد بصح لها برجع لك بطول كثير بس برجع لك جزء قعد يومين ويحسن بس برجع لك جواب بس إذا كان الجواب المفروض يكون لا بجوز يرجع بجوز شو يعني ما يرجع شو يعني ما يرجع شو بدي يصير شو يعني شو بدي طيب صار له يومين وهو بيحسن ولسه مش مرجع الجواب بعدين استبرنا عليه اخر يوم ثلاث ايام ما رجع الجواب اربع ايام ما رجع الجواب بعدين نفس الجهاز
راح علي ما عجبوش الوضع طفى الجهاز. قلت له يا علي لا بتعرفش لو استنيت دقيقة كان بجوز رجع. فيعني يا بيروح انفينيتي يا بيطول بشكل كبير جدا. يعني بنقول if the sentence is false then there is no guarantee that a procedure will ever return determine this انه يعني false may يعني may never hold ما بقدرش يعني. وكانوا بيقولوا علي هلا هاي المشكله انه لما برجع جواب برجع جواب لما برجعش جواب بنعرفش انه بده يرجع ولا بده يرجع انه راح لوب. هاي المشكله شو بنسميها سيمي ديسايدر مع انه انا المفروض نسميها انديسايدر بس يعني اوكي بدي اعمل سكيب. هلا شوف المشكله انه عندنا هاي النتج بيس اللي ورجيتكم اياها قبل شوي ها هلا هي اوبفيوس انه الايفن انه الايفن جو مش ريتشارد صح. طب انا ليش راح جاب لي ريتشارد هي ايرليبل صح عشان بيساوي بيجيب لي هاي كل الاشياء معظمها بتيجي ايرليبل الانستانسيشنز تيجي ايرليبل. هلا هذا الكلام شو معناته حجم الانستانسيشن بيكون يعني مهول اللي هي نمبر اوف بريديكيتس للقوه حسب الانري تبعها. مرات يمكن في عندنا هون واحد او عندنا ان فحسب نسميها اوكي فبحجمها عاده بيكون مهول منيح. بس هذا اللي بنقوله يعني given this how do we really know that جونز given بنعوض x مطرح جو مظبوط منيح. ها شو يعني شو السبستيوشن x حطيناها مطرح جو. هلا اذا عندنا y يعني شي هاد if for all x x is greedy and king then x is evil نعرف انه جون is a king وكل y هو greedy. يلا كيف نحلها؟ إذا عوضنا واي محل جون لا ليه؟ احنا بحاجة لاثنين لواي يعني جون محل واي وجون محل اكس ها؟ مزبوط؟ عشان تزبط مزبوط ولا لا؟ استاذ هلا ايش يعني هاي لكل واي غير واي؟ لكل عندي هاي الجملة يعني كلياتهم كريدي يعني؟ بعرفش عندي هاي الجملة في شيء غيرنا؟ أنا بحكي لك إنه أنا عندي هاي الجملة في شيء بمنع إني أقول إني أقول هاي الجملة؟ خلص هلا فأنا عندي يعني بحاجة لتعويضين طب كيف بدي أعرف يعني بمعنى آخر اللي الطريقة اللي قلت لكم عنها قبل شوي كيف نعمل انستتيوشن طب كيف بدي أعرف؟ نعم هلا هاي الطريق هاي لحد هلا هاي الطريقه اللي شرحت لكم بتعرفش كلها مشاكل وبتطول. هلا بدنا نحسن عليه بدنا ناخذ طريقه جديده طريقه مش للريزنينج بنسميها طريقه اليونيفيكيشن ها طريقه يونيفيكيشن بنخلصها بعدين بناخذ الانفرنس. هلا اليونيفيكيشن طلعوا كيف we can get the inference immediately if we can find a substitution شي هاي شو نسميها theta is a set of substitutions قول أنا set of substitutions such that إذا عندي king x و greedy x اعمل match مع
كينج جون وجريدي جون وجريدي واي، يعني فهي عمليه ماجيك. هون بهاي الحاله مجموعه، بس اقول لكم انها ثيتا هي مجموعه السبستيوشنز اللي بتلزم، تلزم مش كل النولج بيس، بس عشان اعمل ماتش بين تو سنتنسز. هاي اللي بنسميها اليونيفيكيشن. يعني معنى اخر، لما انا بعطيك بعطي، يعني بدي اقول لكم انا هيك يونيفاي عتب، انت بروسيجر اسمه يونيفاي، بقول لك يونيفاي بي وكيو، شو ترجعي لي؟ شو يعني؟ يعني مجموعة السبستيوشنز اللي ها اللي بتخلي جملتين بي وكيو بعد ما نعملهم سبستيوشنز تخليهم ايكوال. يعني انت بروسيجر اسمه يونيفاي، بعطيك جملتين بترجعي لي مجموعة سبستيوشنز اللي هاي السبستيوشنز اللي بتخلي هذول الجملتين ايكوال. يعني سبستيوت بي الجملة الأولى مع مجموعة السبستيوشنز، يعني خلينا نقول أماني فانكشن اسمه سبستيوت، أنت فانكشن اسمه سبستيوت، إذا أعطيتك جملة بي والثيتا شو ترجعي لي؟ رجعي لي جملة. وإذا أعطيتك نفس الثيتا وكيو برضو بترجعي لي جملة بس نفسها. For two atomic sentences P و Q. هلا ثيتا is called the most general unifier. هلا بنشوف شو معناها. طيب في عندنا أمثلة على الموضوع احنا. هلا إذا ما فيش شيء، عتب إذا ما قدرتيش تعملي unification شو ترجعي لنا؟ ترجعي لنا failure. تقولي لي هذول الجملتين يا أستاذ مالهم؟ ما بنعملهم مش يونيفيكيشن، مش مستويات، بنعملهم مش يونيفيكيشن. طيب خلينا ناخذ نفترض جدلا انه هلا احنا بدنا نعطي عتاب جملتين. اول واحدة لحظة، وهذا الكلام شو معناته؟ انا بدي اسال، انا عندي هاي النولج بيس جون بيعرف جيم، واي بيعرف بن، واي بيعرف مين؟ ام واي، واكس بيعرف اليزابيث. هلا انا بسال انو اللي بيعرفهم، هيك الكويري، انو اللي بيعرفهم جون؟ يعني جون نوز اكس، اعطيني كل الاكس اللي بيعرفهم مين؟ جون. انا بدي اسال هاي السؤال. ها هلا انا شو بدي اساوي؟ انا انت بتقولي بس جين، هلا بنفرجيك. طيب اول واحد، يعني بدنا نعطي هلا عتاب اللي هي الفانكشن يونيفاي، نعطيكي هاي البي وهاي الكيو، رجعي لي الثيتا جون. يعني شو اعوض؟ لا هي ترجع تعويضات جون اكس على جيم. يعني حط محل اكس جيم وين ما تشوف في الجملتين، يعني انا عندي هاي، عندي هذول الجملتين، وين ما تشوف اكس حط مطرحها طوالي جيم. طب هاي واي، واي وين ما تشوف اكس حط مطرحها بيل، وين ما تشوف واي حط مطرحها جون. مزبوط؟ يلا واي محل جون، واي محل جون، واكس محل مذر اوف جون. انا اصلا جون. ها هلا لاحظي، اذا حطيت اذا عملتي هاي، يعني عوض دخلت هذول التعويضات هون وهون، صار ان الجمل ماتش. ليش انا راح احط واي؟ لا 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 لحظة لحظة لا لحظة وين 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 هي الجملة الثالثة؟ هاي واي محل جون واكس محل مذر لجون، مش طيب شو المشكلة؟ مذر لواي، يعني خلص، يعني نفس الجملة خلص اول خلاص تروح واي نعوض. شو الفكرة؟
بيعطي في فاريبلز. انا علاش بدور انا انا بدي احول الجمله اللي مكتوبه بالفيرست اوردر لوجيك الى عملها بروبوزيشناليزيشن. ها واللي بالبروبوزيشناليزيشن ممنوع الفاريبلز، فبدي احط مطرحين ايش كونستانتس، يعني خلص لازم انهيهم. هاي هنا اكس يعني بتاخذ قيمتين شكلها تزبط. هلا جون بصير هو اكس، جون محل فما هو اكس ذات سير اكس، اكس ذات سير اكس، بتصير كانها جون جوار اليزابيث. فيل. طب شو سبب الفيل؟ ها انت بدك تحط جون محل اكس، هل اكس هل نفس الاكس هي هاي الاكس؟ يعني لو شفته هون واي كان غيرت رايكم؟ اه ليش فشو بنساوي؟ ليش غير الجمله الثانيه برضه حط اكس محل بين هون واكس محل جيم عند تنتين كمان مره هون، يعني الجون واضح انه بتقدر تحط هاي صح؟ وإكس مطرح البيل. طب هون جون مطرح الإكس وإليزابيت مطرح الإكس. طيب شوي قول ماشي، حط إكس حط مطرحها جون، يعني مشكلة بنفس الجملة، يعني مش حط مطرحها جون آه بنفس الجملة هون، بس طلع كل ثنتين مع بعض تزبطش. فما هو أنا شو بساوي؟ ممكن إنه طبعا أنا كنا لأنه أخذت نفس الفاريبل نيم، فشو بقدر اغير اسم الفاريبل نيم اذا بدي، خلينا نحطه زد 17 هيك. واذا حط ثاني زد 17 شو بساوي؟ جون محل زد واكس محل منيح. طب خذوا هاي الجمله جون محل اكس تساوي لا بس فاريبل بعدين الفاريبل مش متساوي، لا هي الفاريبل مش متساوي. بزبط يا استاذ بزبط، لحظة شوي ما نشوف انا بدي يلا بزبط، لانه جون هلا بحكي لك جون بدك تعوضها مكان الواي، وبالجملة اللي كبريها اوكي انه نسي كم الجملة اللي كبريها، انت بتطلع على كل آه. على هاي وهاي بس لحالها اه جون هو الواي، بدل واي بحط جون، عوضت بدل اكس فاريبل ثاني عادي، يعني شو المشكلة؟ شو يعني؟ لازم خلص هي المطلوب انه هاي اليونيفيكيشن انه تخلص شيء تحطها كونستانت، بدل انه يصير عندي جملتين كونستانت لا مش متساويتين ماشي، يعني سبستيوشن تبعهم متساوي مش هم متساويين يعني. بس انه بصير انه كلهم كونستانت. يلا عاود شو مطرح شو ولو لا مش مطرح بتعوض بعدين بتروح تزد بإشي ثاني. طيب اعطينا احكي يا اماني. ممكن مثلا اوكي ممكن نو اليزابيث وزد. سيبينا من اليزابيث مش هون، بس تطلع على الكونستنس بنفس الجملة. اه. طبعا تو انسرز. يلا. لازم واي تغير اكس تغير اكس او تغير اكس، يعني نحط محل واي محل جو واي محل حط محل جون وزد محل اكس او نحط واي محل اكس وزد محل جون. اول شيء بدنا نحط مطرح واي حط جون، بصير جون اكس زد مظبوط؟ أو كلها جون بجون. من وين أخذ الإكس كم تجون؟ من وين أخذ الإكس؟ هون. كيف عوضت محل إكس جون؟ ما شو المشكلة؟ شو المشكلة نحط جون؟ حطينا. يعني 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 ترى كيف؟ يعني أنا عندي هاي الجملة وهاي الجملة وعندي كونستانت واحد. كيف ممكن اعوض؟ طب تقدرش تحط محل يعني يا ايش بدي اساوي؟ بدي اقيم
وين اشوف اكس احط مطرحها الزد، وين بشوف واي بحط مطرحها الجور. طب هسا مش احنا انتبه هون، انتبه اول واحدة شو بتصير النهاية، شو بتصير الجملة؟ ها؟ جون نوز واي اول واحدة جون نوز ايه مين اكس بصير جون نوز زد، بصير جون نوز زد سوري بس نو نوز جون جون نوز هلا مطرح اكس بحط زد فبصير جون نوز زد، ومطرح واي بحط جون بتصير جون نوز زد ايوه فبصير الماتش الجمل ولا انا غلطان؟ لا بصير طلع كل شغله انت علي اول شيء احنا شو بنساوي؟ خليني بس اخلص النقطه هاي وبرجع اشرح لك هلا انا شو سويت او جون نوز جون بثنتين يعني شو احتمالات اني احط اني اعمل سبستيوشن هون شو الاحتمالات احتمالات يا بحط نوز جون زد في الثنتين او نوز جون نوز جون نو جون مزبوط هاي الاحتمالات موجوده عندي ولا لا عشان شو يعني زيرو هلا بقول لك اياها انت ما انتبهتش لاول الفكره هلا برجع لك اياها يعني. بس هاي شو هم هاي انا هون عملت تعويض طب انو المور جنرال الاول الاول ولا الثاني المهم بتصير نفس الشيء انو الموست جنرال يعني بمعنى اخر عتاب انت كنا انت سميناك فانكشن يونيفيكيشن فانكشن نعطيك جملتين وترجعي لنا اياهم بترجعي لنا ثلاثه واذا كان في اكثر من جواب يعني هون في اكثر من جواب انو ترجعي يا فانكشن انو ترجعي لا لازم ترجعي واحد مش بكونستنت كمان مره احنا تعودنا انه نعوض محل الكونستنت كلمه شيء. تعودنا بس بس يعني في الاولى انت بدك تعود محل كونستانت كونستانت اللي تحت يمكن احسن اللي تحت احسن انا الموز جنرال موز جنرال الاولى في اذا تحط ايش بقدر احط بعدين اذا بتعمل ماتش مع جمل بعدين هي اكثر شيء بتعمل ماتش بالتالي يعني بقول لك يا عتاب دائما رجعي لنا اذا في اكثر من جواب رجعينا المورجن طيب هذا مثال اخر هذا مثال اخر بعدين بجاوبك عليه اللي احنا مش ناسي طيب عندي بيرنت لاحظوا بيرنت اكس وفادر اوف اكس يعني ومذر اوف بيل وعندي بيرنت بيل وفادر اوف بيل واي شو اساوي هلا هم محل واي اول واحد مكشوف بدي اسوي هذول الجملتين شو اسوي وين ما اشوف اكس شو احط مطرحها بيل يعني بتصير بيل وبيل هاي فادر بيل زبط مادر بيل واي صح ومادر ومحل مذر اوف بيل بحط واي طيب عندنا هذول محل اكس بيل اكس بيل اذا حطينا محل اكس بنحط بيل ومحل اكس لحظه ومعناته صارت فاذر اوف بيل فاذر لا محل اكس واي محل اكس واي محل اكس واي احط بيل يعني بيل اكس واي لا بتصير فاذر مذر اوف بيل فاذر حلوة شو احط محل اكس حط الجدره محل واي اكس ايش مذر اوف بيل حط الجدره محل واي اكس هلا مو حط ايش محل واي اكس محل واي احط اكس محل اكس بيل محط محل واي احط اكس وزد محل اكس فبتصير هاي اكس وبس محل ايش اكس زد اكس احط بيل
محل اكس بحط بال ومحل واي بحط بال عشان اكس يبقى ومحل اه يعني زد نسينا لا زد ما هي ولا بال اوكي طيب هل اكس اكس بال نفس صفته محل اكس الثانيه بال واي بال محل واي جي واي الثانيه جي واي محل واي تصير مدار بال واي بال هو جي صار الواي صار الواي انا بطلع هو واي طيب هلا بدي ارجع اعمل سمري عشان علي ياخذ يشرب الفكره. طيب احنا شو سوينا؟ عندنا نولج بيس مكتوبه بفيرست اوردر لوجيك احنا يعني نلخص بدنا نحولها عشان نعملها ريزنينج بدنا نحول النولج بيس تبعتنا لبروبوزيشنز نعملها بروبوزيشناليزيشن ليش؟ لانه انا اصلا بقى عامل عندي inference methods للpropositional logic مظبوط عشان استعملهم الريزن الفورورد والباكورد والريزوليوشن والى اخره بس هذولك بصلحوا بيه لمين بس للpropositional logic ها هلا انا عندي اخذنا اول طريقه او اول فكره كيف نحول نعمل النولج بيس بروبوزيشنال اني اروح اعوض all possibilities يعني اذا في عندي for all X وgreedy X وجو king X then evil X وكان في عندي variables طلعت على knowledge base شو في عندي constants الكيت جون وريتشارد وعلي ومهند وفلان وعلان فبروح بكيب الفور اول وبحط مطرحهم شو هو كل البوسيبيليتيز تاعت الكونستانس اللي عندي مزبوط الكل انه هذيك الطريقه بتروح للمانا نهائي لانه عدد الكونستانس بيكون مهول صح كبير يعني هلا احنا نتعلم قاعدين بطريقه ثانيه نقول ليش نعملهم كلهم بلزمش انا لما اجي اعمل ريزنينج لما اجي اعمل ريزنينج اعلم لما اجي اعمل ريزنينج شو اللي بسوي بكون انا عندي مثلا كويري بروح على الجمل اللي في النولج بيس وبحاول ألقي سبستيوشنز معينة وعمل ماتش يعني أنا بعمل إنستانسيشن هون بس مش لكل الجمل لبعضها بهاي الحالة بساوي اللي بلزمني بس ليه؟ ما خلصناش الفكرة إحنا بالمناسبة اللي بدنا نقوله في شيء يعني خليني أعطي مثال إنه the first order inference rule to find substitutions easily هلا إذا بيكون عندي أنا PC وQC وبعدين عندي for all x PX QX R then RX شو بدي شو بقدر أساوي طوالي بقول RC كمان مرة لو عندي نولج بيس بي سي يعني بريديكيت اسمه بي في بكلبه كونستانت اسمه سي وبعدين كيو سي شيك بكرامه وبعدين عندي فور اول اكس بي اكس اند اف بي اكس اند كيو اكس ذن ار اكس ولا اسهل منها شو اذا بحط بي سي محل بي اكس بالاحرى سي محل اكس وسي محل اكس معناها بتطلع عندي سي هي دايركت يعني بمعنى اخر هلا وين الفاريبلز موجوده هون اذا كانت كل اللي بالشكل الاول قبل الامبلايز هذول البريديكيتس موجود زيهم في كونستانتس على طول على طول هي مش نتيجه على طول بعوض مش نتيجه مدوش على نتيجه كمان بترجعي لي بثيتا سي اكس يعني بحط سي مطرح اكس يعني معناته يعني معناته يعني معناته النتيجه تطلع ار سي منيح هلا هلا هاي الكلام هلا هاي بنسميها جنرالايزد مودس بوننس اللي هي هاي مودس بوننس او هلا بورجيكم لسه اكثر من هيك
طلع عندنا ايش؟ كينج جو وجريدي واي، وهي تبقى طبعا فور اول او كينج اكس وجريدي اكس ايفل اكس. شو السبستيوشنز تطلع؟ و بس عشان نطلع ايفل اكس، يعني عشان اعوض ايه، يعني بس انسحب وكاني بقول شو هو التعويضات اللي بتلزم عشان اطلع ايفل اكس. كيف؟ الجنراليزيشن هي نفس الفكره السابقه، بنقول كالتالي انه احنا الفكره السابقه بدنا نحكي بشكل عام منيح. هلا بس اللي بدي اقوله عليه هو انه اذا عندي في حالي عندي بريديكيت اسمه بي سي وبي سي كونستنت وكيو سي، وعندي فور اول، عندي هاي الجمله من هون لهون، عندي ايش انا؟ فور اول اكس بي الاكس اند كيو اكس ذن ار الاكس. ما هذا الكلام شو معناته؟ ار سي. ما انت بتعود شو هون؟ تحط سي وتروح اكس، يعني هذا مثال يعني. بس هاي شو يعني معناها؟ يعني عندي هذول وعندي هاي، شو النتيجة اللي بتطلع؟ هاي الخط هذا من جوا اللي هو المودس بونونس، وكأنه إذا عندي كذا وعندي كذا ذن كذا. هلا فأنا عندي هذول، عندي كينج جو وجريدي واي، وعندي هاي الجملة. طبعا أنا دائما بدور على النتيجة النهائية اللي هي الإيفل، بتعرف أنه الإيفل مزبوط؟ معناته عشان اعرف انه الايفل هيك، عشان اعرف انه الايفل السبستيوشنز لازم تطلع اكس جون مطرح اكس وجون مطرح. طب مش لازم يكون بينهم اند كينج جون اند جريد واي وكينج اكس اند جريد اكس؟ ها قصدك صحيح. مزبوط، يجوز لازم هاي انا عدلتها صح. هلا بدنا نستعمل فورورد تشينينج وتشوفوا كيف نعمل فيه سبستيوشنز. منيح؟ بالله هلا شو نساوي؟ بدنا نستعمل فورورد تشينينج. فورورد تشينينج تعرفوه خدتوه. بدنا نحط نولج بيس ونستعملها فورورد تشينينج، ولما نيجي نعمل نقارن جملتين في بعض نعمل السبستيوشن اللي تلزم. بس قبل ما نسويها بدنا نشوف هاي الجملة. The law says، هاي هذا المثال تبعنا. The law says that it is a crime for an American to sell weapons to hostile nations. مفهومي؟ ولا ترجم؟ جاوب بسرعة. ترجم؟ يعني القانون الأمريكي بيقول إذا أمريكي باع أسلحة للأمم الشريرة الهوستايل، بعرف شو اسمه، معادي طيب. The country نانو، اسم الكنتري ايش؟ نانو. An enemy of America has some missiles and all of its missiles were sold to it by Colonel West who is in America. بروف ذات انه كولونيل ويست اسمه، هذا اسمه هلا القانون بقول اذا في واحد ببيع اتس ا كرايم، انه هي جريمه اذا واحد باع، اذا امريكي باع او اسلحه ل مثلا امم معاديه. وفي عندنا كانتري اسمها نانو وهي معاديه لامريكا وعندها ميسايلز، هاي صارت شراها من واحد امريكي، شراها من واحد اسمه كولونيل ويست اللي هو امريكي. بروف
انه كولونيل ويست كولونيل يعني ويست اذا كان هلا شو بدنا نجي نساوي؟ نجي نحول الجمله الى منقول اتس كرايم نحولها للوجيك اول شيء مزبوط عشان نعمل ريزنينج لازم نحولها للوجيك منقول شو بقول امريكان اكس ان ويبن واي ان اكس سيلز سيلز واي لا زد زد هون هوستايل هوستايل يعني معادي يعني واحد امريكي واحد امريكي اكس امريكي وسلاح سميناه واي ومعادي واحد معادي زد واكس باع واي لا زد معناته اكس از كريمنال وهاي فور اول ليه؟ ليه؟ نانو هاز سم ميسايلز شو يعني هاي اللي بنسوي فيها؟ ذير اكزيست يعني في نانو مع اكس يعني في في اكس بحوزها نانو يملكها نانو وهاي الاكس شو نوعها؟ ميسايلز طيب ليه؟ فهاي عشان اكيم هاي شو بساوي مطرح الاكس عشان شو بساوي مطرح الاكس بحط ام واحد ام واحد ليه؟ يعني انا اللي شايفينه انتم هون يا شباب كله بدون فور اول وذير اكزيست ليه؟ بس في متغيرات يعني في اكس واحد هلا All of its missiles were sold by Colonel West. إنه في عنا هذا هذا نوع سلاح. X تملك نانو. مين باع مية؟ يعني West sells هذا السلاح X لا نانو. لكانتري اسمها نانو أو نونو سوري نونو. Missiles are weapons. معناته كل مسائل هي ويبن صح؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ ها يعني؟ مش مفهوم لأنك سارح بس أنا بدي أساعد لكم كرب عندي هون شوي وين دعلى على الثاني خليه يجي راح يدخن يعني دعلى عليه بعد An enemy of America counts as hostile إذا X is an enemy of America, then X has hostile. مزبوط؟ West, who is an American, يعني American West. The country Nuno is an enemy of America, معناته Nuno enemy of America. لو محينا كل الأزرق وخلينا هذا اللون، شو هو شو هذا اللون؟ بينك. فوشي شو بضل عنا؟ شو بصير عنا؟ بصير عنا هاي الجملة بس مكتوب بالفيرست اوردر لوجيك منيح؟ منيح؟ هلا بتثبت انه بدي اثبت انه كلنا الويست از بيوزنج الفورورد تشين لاحظ اول شيء هي فيرست اوردر لوجيك ولا لا؟ بس كمت الفور اول والذير اكزيست انا كمت محيته كمت الفور اول والذير اكزيست منيح بس على فكره تنسوش اني لما الفور اول كمتها وبس الذير اكزيست حطيت لها ام واحد مش اكس واي طيب هلا عشان اعمل فورورد شو يعني فورورد؟ شيء الجمل المعروفه تماما اللي فيش فيها متغيرات الجراوند منها ونمشي لفوق صح؟ مزبوط؟ شو من الجمل هون؟ اللي هم هاي بعرف مثلا عندنا امريكان اكس سوري نو لا امريكان اكس
هلا انا بعرف انه امريكان ويست مزبوط ومسالز ام واحد واونز نونو ام واحد وانمي نونو امريكا من هون بدا يجوز انا هون هاي والمزبوطه مزبوطه هاي خليها شوي هو مش لازم تجيبها اوكي هيك بصير مزبوط انا عندي شكل ايرور في السينكرونايزيشن في السلايد ف هلا انا هون شو سويت حطيت الجمل المعروف ليه حطيت الجمل اللي معروف باول خط الخط الثاني هلا لاحظوا كيف وصلت ل وبن ام لانه في عندي مسائل ام مسائل اكس سوري لا مش حط الثيتا سبستيوشنز انا بس مش مشكله لانه مش انا عندي مسائل اكس ذن وبن اكس شو حطيت مطرح اكس ام 1 طلعت عندي طلعت عندي معناته ام 1 اذا وبن منيح هلا من مثال ام 1 واونز ونونو او نونو اونز ام 1 اللي هي وين؟ ايوه هاي هاي معناته طلع عندي سيل هسه بسش حويس سيل نونو اكس هلا طلع عندي مين؟ سيلز ويست ام 1 طلع عندي سيلز ويست اكس ونونو هلا عندي هنا الاكس هنا تعوضت بطرحها ام 1 فطلع عندي انه انو انه ويست باع ام 1 لنونو وهلا اذا عندي من هاي شو طلعت الهوستايل هاي انمي اكس اوف امريكا معناته اكس از هوستايل وانا بعرف انه نونو از انمي فطلعت هاي مزبوط طيب هلا لما امشي خطوه ثانيه الهاي شيء كريمينال اكس مزبوط هاي كريمينال اكس هلا امريكان اكس معروف عندي عندي معروف امريكان اكس عندي معروف امريكان اكس ليش لانها جاي معروفه هاي امريكان اكس مزبوط ويبن واي هي معروف الواي هون شو صار تعودت مطرح واي ام 1 طيب ناسي وحده هون انا الهوستايل لا بلا ناسي وحده هاي اربعه هاي ناسيها السلايدز مرات الواحد بخربش اذا ينكشف فيهم باخر الليل حنزلت الهوستايل فطلع عندنا هوستايل طلعوا انتم على الرسم الرسم صح هوستايل ماني بعرف منين جبتها نونو هوستايل لانها انمي اوف امريكا هاي الهوستايل جبتها اي واحد عدو يعني اي كنتري عدو لامريكا معناته هي هوستايل وهي شفت منين جبتها من الثنتين هذول فهذول الاربعه بينهم ان بتطلع انه كريمنال مفهومي؟ هاي بتطلع انه كريمنال هاي هاي الطريقة ساوند كومبليت، شو يعني ساوند كومبليت؟ صحيح أو كامل يعني إذا رجعت لنا جواب جواب صح هاي معناتها ساوند وإذا في جواب وإذا في جواب دائما بترجعه معناته كومبليت هلا منطق من هيك إن جنرال إف ألفا اللي بسأل عنها إز نوت أنت نفس المشكلة يعني معناته هاي الطريقة السيمي ديسايدبل اتفقنا؟ طيب الإفشنسي مش very efficient بصراحة. Incremental forward chaining no need to match a rule on iteration k بتعمل matching كثير بتلزمش. بس على فكرة في بكاء شيء انتوا برضو ما لحقتوهوش بنسميه deductive databases. هم تسمعوا هالكلمة؟ طلع مش بس relational database أول ما طلعت طلع بعدها شيء اسمه deductive database وما ما بعدين ما حدش استعملها بعدين طلع شيء اسمه
اوبجكت اورينتد داتا بيس وما حدش ما زبطتش. طلع بعدها اوبجكت ريليشنال داتا بيس شكلها ما زبطتش. يعني هاي بكت محاولات. فعلى اي حال هاي الفورورد تشينينج اللي كانوا يستعملوها في الدكتيف داتا بيس للي قبل. هلا في الباكورد تشينينج نسوي نفس المثال بالباكورد. يلا يا حمزه نرجع بالكرمنال نعطي وست امريكان. أنا في عندي substitutions. هلا عندي criminal X وأنا بدي أرجع بهذول شو بقدر أعوض منهم؟ أنا بعرف إنه أنا بسأل إنه هل criminal West هل West is criminal؟ ما هو السؤال. شو السؤال؟ خلاص طوالي أول مرة بحط معناته مطرح X بحط West. هلا وين في كمان X؟ أمريكا. والسيلز ففي عندي امريكا وعندي في هاي كمان اللي بدك مليح. بس امريكان اكس انا بعرف اصلا امريكان ويست معناها بتحط بس معروف. باك وورد احنا بنرجع طيب. باك وورد احنا بنرجع. اول شيء بطرح اكس شو بنحط؟ ويست. فهون لازم كويست وهون لازم كويست. طيب بدنا نجرب هلا من كامل. طب حطينا ويست هون. طيب شو ممكن هاي خلص. طب اذا عندي ويبن واي مع ايش اعملها ماتن؟ مع مسايل. مسايل ايش بحط بطرحها ام 1 مزبوط. طيب واذا عندي وهون في السيلز برجع رجوع انا عندي اونز وسيلز. هاي السيلز هلا صار عندي سيلز اذا بدك ويست واي زد وفي عندي سيلز ويست اكس نانو. فشو بدي احط؟ M1 مطرح الواي مطرح ايش الواي والاكس محل والزد عشان نسويه عشان هون في نانو نضل احط الزد مطرح النانو مزبوط. وهون بتلزم مش طويل ما هي اصلا فيش فيها فاليو. لو اجيب لكم هذول في الامتحان ترسموا لي الرسمة على التعويضات. التعويضات دائما عليها نص العلامة. يعني التعويضات هي مهمة جدا. مرات بخرب شك في التعويضات بس بدك تكمل تدرب على التعويضات اللي زي اللي سويناها قبل شوي. طيب هذا مثال آخر تدرسوا في البيت بس هيك حطيته. طيب هلا هاي الطريقة مرات بتأدي للوبس. وإني في شنط. بس على فكرة ما فيش شيء يعني بيرفكت في هذا الموضوع. على أي حال هذا المستخدم في اللوجيك بروجرامينج. وأنتم بتعرفوا الفرق بين الفورورد والباكورد. شو الفرق؟ نفس الفرق اللي تعالي بروبوزيشنال لوجيك. هذا بيصلح لما بدي أرجع داتا. هذا بيصلح لما عندي جول أورينتد. هلا بدنا نتعلم هلا البرولوج يعني. جاهزين؟ نتعلم برولوج. هلا شو لما نقول لوجيك بروجرامينج شو بتختلف عن البروجرامينج اللي بتعرفوها بالجافا والسي؟ مالهاش علاقه. هذيك بروجرامينج بمعنى انه في ستراكشر وفي سنتكس. لا السنتكس مش يعني في فولو. هون فيش فولو. بعطيك زي النولج بيس باختصار. هاتوا اعطيكم من الاخر المثال واحسن لكم من كل شيء. هاي البرولوج. انا قاعد بشرح في البرولوج. اذا في عندي جمله لازم تركب اللوجيك b of x predicate x and كذا كذا وفي الهيد يعني اللي هي زي النتيجه اللي بدك تطلعها. كيف بكتبها؟ بكتب الهيد يعني المعنى اخر زي كريمينال x مثلا بكتبها وبكتب نقطتين فوق بعض ما قداش. هاي معناها هاي بس بالعكس. بعدين بكتب بي اكس واحد كوما الكوما هاي شو معناها؟ نور حسب الهاي بالضبط. الكوما هاي معناها فأنا عندي هاي مثال صح. هاي كريمينال اكس هو بتقول كأنك بتقول هو امريكان اكس كوما ويبن واي
كوما سيلز اكس واي زد. طب وده مش كونديشنال زي مش كونديشنال مش هيك يعني مش مشكلة. شو بدك شو بدك تقول؟ تكتب and Americans كيف and نكتبها؟ كوبس. هلا هلا برجيك أمثلة. هلا إذا بدك تقول not مثلا أقول إنه العايش هو not إنه not dead العايش not. خذ مثالها خذ مثالها نهى ام ساره وعلي ابو ساره وعلي ابو ديانه وسعيد ابو علي سيدهم يعني ما عرفش سبلين لا اكس واي. هو شو تعريف السبلين؟ انه زد ابو انه في زد ابو بيرنت اكس في زد بيرنت ام بيرنت واي يعني لهم نفس البيرنتس اللي هم ساره وما بعرفش. هاي قاعده هاي تحكيش عن هذول بس هاي قاعده بيرنت. شو يعني بيرنت؟ انه اذا انا بقول اكس بيرنت واي معناها هو فادر اوف واي. يعني انا طبعا هون في عندي بيرنت في عندي بيرنت هون فيش بيرنت انا عندي فادر انا كان بعرف فادر وكمان بيرن هو برضو مرة. هذا السؤال هيك بالضبط بحطهم تكست فايل يا علي. هذا هو البرولوج. هلا بعدين بسأل بقول له بجيب لي الكوين بكتب له سيبلينج سارة ديانا هل في بينهم علاقة؟ قول لي ياس. بقول له فاذر يعني فاذر فاذر تشايلد شو يعني؟ يعني يعطيني كل الانسرز اللي الفاليد لهي الجمله. ما بعرف شو برجع. طب هسه بتكتب هدول تكست فايل ولا في برنامج؟ هلا بتنزلوا برولوك بتنزلوا في برنامج يعني بعمل رن للبرولوك اللي هو الكوماند سوري الكومبايلر تبع البرولوك 10 دقائق احضروا على اليوتيوب كيف تكتب برنامج برولوك. اكتبوا مثال ملو لوران هذا بكلف نص ساعة كل العملية ساعة. بعد المشروع كالتالي كل واحد منكم بده يوصف لي الفيسبوك تبعه. الحمد لله لا 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 شوي شوي تكتبوا لي father وmother وsister وfriend of وjoin the group. مش انتم مثلا في جروب مش في جروبس وبوستس يعني 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 مثلا عتاب بوستس مثلا واي واي قد يكون مثلا اشي يو ار ال مثلا حط والى اخره. هلا بالاخر الكويري تبعتكم بدي يعني عم تحطوا الفاكتس هذول زي الفاكتس بعدين الرولز. لاحظ اهم شيء الرولز بنقول كل واحد مثلا عمل بوست لهذا بعرفش او كل واحد في الجروب هذا يعني اذا في كل اثنين اذا كان واحد اثنين في جروب معين وعملوا بوست وكمان شير لنفس الاشي وكانوا مثلا من نفس المنطقة وكذا معناته هذول مثلا كذا. عجبتني مثلا وحده whom I can love او whom I can marry عرفت رولز بدي رولز كثير وتيجي تعرف لي برنامجك بس نعمل شويه كويريز وبس ولا في اسهل منه يعني شغل كم من ساعه بس عملت تعلم برولوك وتجريبها بس ربع ساعه. هلا بس اللي بدي اياه انتم تحطوا داتا منكم وانا بعد هذا ما استعمل فيسبوك عشان اضمن ان الطلاب بغضوش نفس شغل بحر بنسخ الفكره بس مش مشكله هو زي يتعلم من زميل بس بدي اساوي هو وبدي ادافع هو وبكيس يعني هذول الرولز انتبه معي بكيس بالطول
وبلعب. طول شو يعني؟ يعني كديش فاكت بتحطه في البرنامج تبعك؟ تسميش البرنامج أكل من 400 سطر. الرولز انتبهي، الرولز بتكون عندي بلعب، يعني كديش هذول and 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 كديش معناته أنت عملتي كومبليكس رولز، بالتالي تأخذ علامات أعلى. هلا تعلم تعلمها لحالك. هلا كلها شغلات زي هيك على تافهة، يعني كلهم ثلاث أربع شغلات بس، والفانكشن لسه كمان بدك تسألني عنه بس تعلمون لحالك. فأنا بكيس لهذول. هلا كيف بميزكم كمان إن الرولز مش الرولز اللي عند عتاب الكهف عند أمانة ساعية ثلاثة بغرزة بعرف اعمل رولز ثاني، بس انت اول ما تشوف رول واحدة انت لحالك تعمل رولز. ده شيء. طيب هلا الريزوليوشن اخر شيء الريزوليوشن. لا بدي اشرح بس الريزوليوشن خمس دقائق. الريزوليوشن في لا نفسه كيف الفيرست اوردر لوجيك. شايفين هذا المثال؟ هذا المثال تقدر تحولوه، لازم نعمله لسين اف مزبوط؟ نعمله لسين اف. كيف بنعمله لسين اف؟ هاي ولا تفهمها يعني ما بدهاش ولا شيء. اخذناها هذا كله اخذناه، يعني تفرجوا على الفيديو السابق تاع الانفرنس ميثودز للبروبوزيشنال لوجيك بتشوفوا كيف نعمل بروبوزيشنز. طيب فخليني اورجي وحده، هيني قاعد بحول فيهم ولا اي شيء اخر. ها بدي اعمل سكيب لهاي السلايد. هاي افرض انه انا عندي هاي كمان وحده ثانيه. Everyone who loves all animals is loved by someone. Anyone who kills an animal is loved by no one. علي loves all animals. Either علي or Qais killed the cat. Who is an animal and its its name is fox. Did Qais kill the cat? Yes. هلا حولتها لا First order logic. سامعين؟ بعدين حولت الـ first order logic لـ لإيش؟ لـ propositions. سين إف آه سوري لـ propositions، يعني عملت لها propositionalization وبعدين سين إف. تعرفوها ولا لا؟ طيب بعدين هاي صارت عندي هاي، يلا هاي مع إيش؟ سميتها A1، سميتها A1 على فكرة عشان المرقمات هيك A1. وهي الكويري سوري الكويري الكويري did Qais kill the cat. فشو بسأل أنا؟ not G، يعني G شي هي Qais kill Foxy. Foxy هون مش كات Foxy. عوضت مطرحها. فأنا بقول not. ها فاللي بيعرف الريزوليوشن من المرة الماضية فهنوخذ اللي هي E و F. شو بصير محل فوكسي X، محل فوكسي بحط X. فبصير شو بصير عندي؟ وهاي بتروح مع هاي مزبوط. فشو بصير عندي؟ بضل أنيمال فوكسي. بس دير بالكم هلا زدنا إشي كولون جديد على الريزولوشن تيبل اللي هو ثيتا اللي هي substitutions. وهاي عندي كمان وصل على انتبهوا. هلا باخذ دي وجي، دي وجي ليه؟ Qais اي سوري علي كيلز فوكسي اور Qais كيلز فوكسي. وعندي Qais مش Qais اللي قتل فوكسي. فراحت هاي مع هاي لا علي مع هاي سوري ضل علي كيلز فوكسي. طيب بعدين A2 مع C هاي معها شو؟ F الـ X هذا بس عبارة عن زي C1 M1 ها؟ X loves if X not A2 مع شو بطلب؟ شو بضل عندي؟ بضل عندي هاي. فبضل أكمل أكمل أكمل. بس أهم إشي كل ما بعمل هاي إلك يا علي بكيت تقول لي ليش resolution؟ صرت هلا مش حولت هنا انا صرت وين بدي اعمل جمله مع جمله اعملها ريزوليوشن. بشوف بعطي اليونيفيكيشن فانكشن، بعطي اليونيفيكيشن فانكشن كله
شي ثيتا بعودهم وبعمل ريزوليوشن، يعني بشطب وحده مع وحده بضل انزل بيطلع عندي الجواب نفس طريقه الريزوليوشن اللي اخذناها في الماضي. هذا المثال اللي اخذناه قبل شويه هي وتحول ل مش بس بروبوزيشنال لوجيك، يعني حولته ل فيرست اوردر لوجيك وعملته بروبوزيشنالايزيشن وبعدين عملته سي ان اف. ها وهي انا حليت لكم امثله كثيره. ها وهي الكتاب، الكتاب اذا بتشوفوا طلعتوا الكتاب بيستعملش التابل، بيستعمل هاي الجرافس هذول. من هاي وهاي طلعنا هاي، بعدين من هاي وهاي طلعنا هاي، وانا حطيت لكم ارقام هذول نفس الارقام اللي هون. تابل احسن. تابل احسن. لا لا بس ما هو تدرج الكتاب، انا ما بشرحش كل شيء مرات. عشان تقدروا برضه تفهموا الكتاب ولما تشوفوا شيء ثاني تفهموه. حاول تعمل مشكلة الثاني. في اي سؤال؟ في اي سؤال؟ لا خل بنيش المحاضرة الا في سؤال. يلا. عن الحاضر. ايش اي سؤال؟ شفتوا كيف انا بعمل ريزوليوشن؟ بس مطلوب منك التيبل خلاص؟ التيبل مش مشكلة. هاي وهاي لا مطلوب منك وهاي. لا مطلوب منك وهاي. وهاي؟ اه. بالامتحان. هاي نفس التيبل. انت بس تطلع عليها نفس التيبل، بس مرسومة رسم. ف اذا انا لما اجيب شو بيجي مثلا في الامتحان اسئلة؟ هيك سؤال، شو بيجي في الامتحان اسئلة إذا على هذا الشغل؟ انا احسن اجيب الامتحان عادة لازم يقيمك بشكل عام كل شيء مزبوط؟ يعني انا احسن اجيب على بروبوزيشنال لوجيك ولا على الفيرست اوردر لوجيك؟ الفيرست اوردر بيشمل، يعني الفيرست اوردر بيشمل. و يعني بدي اجيب مثال مثلا زي مكتوب تكست زي انمي وكولونيال ويست تحوله ل بقول لك حول كل شيء فيه وحط واستعمل مثلا ثلاثة ميثودز او أربعة ميثودز ريزوليوشن الريزوليوشن والفورورد والباكورد ورجيني اياهم كلهم. يعني اخر اربع محاضرات هذا سؤال واحد وغطيهم كلهم، بس كمان بجيب اسئله على شو رايك يعني بالفورورد تشيلنج، شو البروبرتيز تبعته، والباكورد تشيلنج شو البروبرتيز تبعته، هل هو كومبليت، هل هو ساوند، هل هو هذا. لا مش حفظ. لا ما هو مرات بجيب السؤال طريقه السؤال تبقى مخربشه بحيث انه تبكي فاهمه بالضبط، بجيبش السؤال دايركت. بعدين هل شو يعني الموديل وشو يعني الانتربريتيشن وشو يعني امبلايز على المحاضره السابقه، كثير بجيب عاده عليها اسئله المحاضره السابقه، عاده كثير بجيب عليها اسئله لانه هي عاده مدرسين ما بيغطوهاش في ماده الاي اي، وهي لما تروح تكمل دراسه في المستقبل بتضيع اربع خمس اشهر تدخل الشغله براسك، فبركز عليها كثير. اللي هي البروبوزيشنال يعني المحاضره الماضيه؟ لا المحاضره الماضيه كانت سيمانتكس تبع الفيرست اوردر لوجيك، يعني شو الانفرنسي وشو السيمانتكس وهذول اهم شيء. يعطيكم العافيه.